ازيكم يا صحابي؟ عاملين ايه؟ حلقة جديدة النهاردة، جديدة جدا جدا جدا. هنتكلم فيها عن المستقبل وازاي تقدر تستخدم ويل في جميع الطلبات. لو انت طالب او انت بتدرس لغة الانجليزية هعرفك ازاي تستخدم ويل في كل الحالات وهنشرحها النهاردة بالتفاصيل. ابقوا معي. النهاردة هنتكلم عن ويل بس والاستخدامات بتاعتها سواء انت طالب او بتدرس لغة انجليزية. فتعالوا نشوف التكوين اصلا بتاعها هيبقى ازاي. اول حاجة كده، بص كده، الضمائر اللي هي الفاعل كلها زائد ويل زائد مصدر. ايه يا اختي اللي انت كاتباه ايه؟ ده الفاعل كلها دي. اول حاجه اللي هي مثلا زي هي، شي، ات، وي، يو، دي، كل الضمائر دي بتيجي معاها ويل، وطبعا المصدر معناها سوف. تمام، دي بقى من غير ايه، من غير تخطيط، حاجه كده لو ان شاء الله، يعني ان شاء الله يعني اما نعيش. اول حاجه بتستخدم فيها ويل دي حاجه اسمها الطلب في المستقبل. فندي جمله زي ممكن اقول لك ويل يو كام ويز، ايوه ويز مي، ويل يو كام ويز مي معناها اللي هي هل ستأتي معي. انا هنا بسأل، بقول هل ستأتي معي، ممكن تأتي معايا؟ فطبعا الاجابة هتبقى yes I will او no I won't. طيب ممكن اقول سؤال تاني برضو في نفس الحاجة دي في الطلب، ممكن اقول مثلا ويل كون with you سوف اتصل بيك. خلاص يا عم سوف اتصل بيك، يعني انا مثلا ايه بقول له خلاص انا سوف اتصل بيك. دي حاجة بتستخدم عند الطلب في المستقبل. تعال نشوف برضو من الاستخدامات التانية في المستقبل ايه هي. تاني استخدام للمستقبل البسيط، بصي بصي تعالى تعالى كده، بصي كده هنا الوعد. اوبا 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 اوبا، ايه الوعد ده؟ يعني ايه الوعد ده؟ يعني ايه مثلا الوعد ده؟ الوعد ده مثلا لو انا جيت وقلت لك انت لو نجحت هدي لك قطمنص، هدي لك فلوس، يلا يا عم افرح، او انت لو نجحت هشتري لك عربية جديدة. مثلا هقول I will buy you a new car. هنا انا مثلا بقول لك I will buy you a new car، انا سوف اشتري ليك عربية جديدة. طب ناخد مثال تاني كده وعد، مثلا I will visit ايوه my aunt، انا سوف ازور عمتي ان شاء الله كده، يعني انا وعدتك ان انا بكره ممكن هزور عمتي. I will visit my aunt معناها ان انا ممكن بكره هوعدك ان انا بكره ازور ايه الحربوقه عمتي. طيب ناخد مثلا مثال تاني، لو انت مثلا نجحت هديك فلوس. I will give you money، طبعا كلنا بنحب الفلوس. I will give you money، انا سوف اعطيك الفلوس. طيب ممكن مثلا لو نجحت I will buy you a new phone، طبعا لو نجحت اجيب لك ايه تليفون جديد، بس ما تطلبش ايفون يا عسل، ماشي. I will buy you a new phone، يعني سوف اشتري ليك تليفون جديد. تعالى بقى نشوف كده تالت استخدام معانا بتستخدم وين مع ايه تاني. تالت حاجة بقى بتستخدم معاها اللي هي ايه؟ التهديد. اوبا 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 اوبا، ايه التهديد ده؟ يعني مثلا انت زعلتيني، فهو قال لك بقول لك يا بت انا هخلص خلاص. I will kill you، خلاص انا بصي هخلص عليك. او I will I
I will punish you يعني سوف كده اعاقبك، يعني هقتلك او اعاقبك. هي ما بتجيش غير بالحاجتين دول. طبعا دول كده التلات حاجات. تيجي بقى ناخد يعسلية رابع حاجة. رابع حاجة بتستخدم فيها حاجة اسمها الحقائق المستقبلية. ايه يا بت الحقائق المستقبلية دي يا بت؟ اقول لك حاجة زي مثلا next next April، يعني مثلا ايه شهر ابريل مثلا I will be 22. I will be 22 يعني في نهاية شهر ابريل او شهر ابريل ده انا هيكون عندي 22 سنة، يعني سوف يكون عندي 22 سنة. ما حقيقة ايه، انا لما انا بكبر يا عم، انا بكبر يا جدع. طيب مثلا هقول لك تاني زي مثلا هنا نفس المثال بس هقول لك ايه I will be doc teacher او دكتور. I will be teacher او دكتور ايا كان، يعني مثلا في نهاية الشهر ده او بعد الشهر ده او في الشهر ده انا سوف اكون دكتور او سوف اكون بقى مدرس او سوف اكون accountant محاسب اي حاجة. دي اسمها كده حقائق مستقبلية، يعني انا عارفة اللي هيحصل بعد كده. زي مثلا انا دلوقتي بشرح عارفة اللي انا بعد ما اخلص شرح هخش انام. دي حقيقة مستقبلية، انا عارفة انا هعمل ايه. تعالوا بقى نشوف كده خامس حاجة كده بتستخدم فيها المستقبل البسيط. خامس حاجة بيستخدم فيها المستقبل البسيط، بصي رقم خمسة بقى، القرار السريع. ايه بتي القرار السريع ده؟ مثلا زي مامتك بتقولك ايه I don't have sugar، ما عنديش سكر. فانت هتقولها ايه اوكي I will buy sugar. هنا قرار سريع، وانت بتقولك I don't have sugar تقول okay I will buy، يعني انا سوف اشتري السكر. ده انت ما لحقتش تفكر، انت خلاص انا هشتري السكر. طب انت قاعد كده ومستقنيس والباب خبط، الباب مثلا خبط، تقول ايه خلاص I will open the door. زي ما اقولك مثلا باب خبط I will open the door، معناها كده بس الباب خبط اهو، قرار سريع. فانت I will open the door، يعني انت القرار السريع ده هنا حاجة انت ما بتفكرش فيها، انت بتاخد رد الفعل في وقتها. تعال نشوف سادس حاجة بيتكلم فيها المستقبل البسيط. سادس حاجة والاخيرة التنبؤ بدون دليل. كنت ماشي انت وصاحبك كده في الشارع فلقيت قطة، القطة دي سوف تموت. ايه يا عم انت شايفها بتعرج قدامك؟ لا بس انا حاسس انها هتموت. ايه انا حاسس ان انت وشك تعبان كده فعندك برد، هتموت خلاص. اي حاجة كده بدون دليل، زي مثلا ما اقولك مثلا that cat will die، القطة دي هتموت. I think you will die. يا حول الله يا رب، وانت اي حاجة كده it's will rain. يا شيخ هتمطر؟ طب هي في سحابة في اي حاجة؟ لا مفيش، بس انا هي هتمطر النهاردة، هي هتمطر. فكده يبقى الدرس بتاعنا خلص، ست خطوات ده انت لو طالب، لكن لو انت بتتكلم لغة انجليزية فهفهمك بارتي وبقول هفهمك. فكده الست خطوات دول لو انت اصلا طالب فانت لازم تكون فاهم اللي هي ايه الخطوات دي بتيجي ازاي، وانا تقريبا شرحتها بالبلدي جدا جدا عشان تحب اللغة معايا. لو انت عجبك المحتوى ما تنساش تعمل اللايك، ولو عجبك المحتوى اكتر ما تنساش تعمل الاشتراك، لو عجبك المحتوى اكتر بقى اكتب لي كومنت فرحني كده احس ان انا في امل مني. واشوفكم بقى الحلقة الجاية وتصبحوا على خير.